طبعا نرمين خلال الشهر الكريم كثير بنروح لهدول الاكلات الطيبه اللي بتخص اجواء شهر رمضان وعيد الفصح كمان مرق. وهلا نحن على ابواب عيد الفطر، فبتكثر الحلويات بانواعها. صحيح، كل حدا على ذوقه بقى. صحيح، وقديش حلو لما نفوت لعند حدا معين يعني احلى شيء واطيب شيء ناخذ معنا حلو، فكيف اذا كان حلو مصنوع بطريقه خاصه وندوق شو عاملين هن كمان يعني. صحيح صحيح، اكيد. وهي المناسبات هلا كلها جايه باوقات ورا بعضها مثل ما بنقول، ودائما يعني حلو البكج هيك يكون تاخذي ولو شيء بسيط يعني. صحيح. ولو قطع يعني، انه انا اليوم متذكرتك لاقول لك سنه خير عليك اكيد، بس ما بعرف مين اللي بحب يجي، انا ما عندي مشكله يجيب لي. بدي نكفي نحن ضمن فقرتنا، وحيكون معنا السيده نيفين الكردي. بدي رحب فيكي، صباح الخير لك. مشروع سوفي بلش على الارض من فتره منيحه والنتائج عم تكون كثير حلوه. اول شيء صباح الخير لك. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. صباحكم. المناسبات كثيره مثل ما ذكرنا، واليوم بدنا نحكي بشكل عام عن شهر رمضان الكريم وعيد الفطر، وكمان كان في الفصح. الحلويات فيهم إلى خصوصية معينة، خلينا نحكي عنه. صحيح. هلا نحن اللي بيميز حلوياتنا انه هي مصنعة من العسل حصرا. فيعني إلى خصوصية كمنتج وإلى خصوصية برمضان. العالم بتحب شغلة خفيفة بعد الفطور وصحية. وصحية تكون ما كثير ثقيلة. هلا يعني موضوع الحلو الرمضاني صفي، بيحبوا العالم يتجهوا نحو التمره مثلا، نحو المعروك مثلا خفيف، مثل الحلو العسل المعمول اللي هو بالعسل. فشغلات خفيفة بس طيبة بنفس الوقت. أكيد. هذا اللي يعني بيميزنا عن باقي المنتجات الحلويات، انه نحن مخصصين بس بالعسل. دائما نحن بلقاءات سابقة حكينا انه ابدا ما بتستخدمي مادة السكر ضمن المنتجات، بنروح دائما للعسل. اليوم شو اهم البوكسات او البكاجات اللي ممكن حدا يحكي معك انه انا اليوم حابب اقدم هديه، على شو عم بيروحوا اكثر شيء؟ اكثر شيء رمضان، وخلينا بعدين نفوت بمرحله عيد الفطر. هلا برمضان اكثر شيء بياخذوا الرمضانيات اللي هي لها علاقه بالتمور، قمر الدين. قمر الدين عندنا مختلف عن قمر الدين اللي موجود، لانه في شيء بالفريز، في شيء بالرمان، في شيء بالتين، في شيء بالمشمش طبعا، وفي عندنا ريحه الفستق الحلبي مغطسه بالشوكولا. بالمجمل يعني شغلات نوعا ما طيبه وغريبه وبنفس الوقت صحيه، لانه حتى قمر الدين ما فيه سكر. بس طبعا بنعتمد كمان اضافه لهيك المعمول، العالم تطلبه كثير المعمول، لانه كمان ما فيه ولا شيء من السكر، لانه معجون بالعسل ومحشي عسل وكاجو، وكاجو فريش ماله محمص. يعني هي من طبعا المعروك محشي عسل كمان، يعني كلها شغلات انه طيبه وصحيه. بس طبعا الرمضانيات هي الاساسيه بالنسبه للمعروك وبالنسبه لرمضانيات التمور، يعني المحشيه جوز ولوز وفستق. خلينا نركز اكثر على التمور. هي نشوف حبات التمر هي عاديه ما فيها شيء، ولكن على الكاميرا ممكن تاخذهم كل قطعه ما بتشبه الثانيه. صحيح. سواء بالحشوه او حتى الشوكولا اللي مغطستيها فيها. خلينا نحكي اكثر عن فكره تقديم التمور بطريقه جديده. صار عنا بوقتنا الحالي العالم عم بتحاول تختار الشيء الغريب او الشيء المبتكر، حتى بالتمره عم نبتكر فيها. فنحن مثلا عم نعمل شيء انه صحي، اللي هو التمره مع الشوكولا، التمره عفوا مع المكسرات، ان كان كاجو ان كان جوز ان كان لوز، وبنغطسها بالشوكولا. اضافه عنا كمان هدول طابات العسل مع اللوتس، وطبعا طابات العسل مع مكسرات جوز ولوز مغطسه بالشوكولا، وعندنا بسكويت وعسل ولوتس مغطسه بالشوكولا. يعني عندنا اصناف مختلفه بين بالدارك وبالحلوه العاديه. اضافه للتمور، التمور هي المختلفه فيها انه هي مع المكسرات ومغطسه بالشوكولا، راحت الفستق الحلبي مغطسه بالشوكولا، يعني هذا المختلف بالموضوع. تمام. اليوم ما عم نشوف كذا قطعه من شغلك، وذكرتي حضرتك انه المنتجات اللي عم تستخدميها او المواد اللي عم تستخدميها هي الفريش، هي العسل، الكاجو، اللوز، فهدول المواد مكلفين بالنهايه بشغلك. خلينا نحكي عن يوم التسويق. اليوم انت عم قادره تغطي تسويقيا الشيء اللي عم بتحطيه بقلب الماده، وخلينا ولو كان الربح شوي قليل يعني. هو طبعا نحن اذا بدنا نقول نحن بالاوضاع الحاليه بدنا نحس ببعض يعني، فبنقول اولا نحن هاي المواد هي مكلفه صحيح، بس بالتالي كمان نحن بنحاول قدر الامكان نخلي الناس تقدر تحصل عليها باي طريقه. بتحصل عليها مثلا بنقول انه حب الشخص يذوق ممكن بالقطعه،
ياخذ قطعه يذوقها، استمتع بياخذ اكبر. طبعا نحن منوعين باكجات صغيره، فالاكبر فالاكبر للي بيحب. يعني خلينا انه المنتج يكون بمتناول الجميع، الكل بيقدر يحصل عليه، ان كان من القطعه للعلبه الباكج الكبيره. طيب. فهون نحن هذا التنوع هو اللي عم بيخلي العالم تقدر توصل للمنتج. سهل على تماما، عم نسهل على الناس يدوق المنتج، عشان يدوق المنتج ومشان الكل يعرف شو هذا، شو هالاختراع، يعني شو الطعمه. طيب لبن ايدي هي شو معمول؟ كمان معمول محشي عسل وكاجو. ريحته قديشها طيبه، قديشها ريحته طيبه. عم نفوت بالاستديو فبنسال هلا، هذا كونه عم تحكي انت ما في، ما بيفوت فيه سكر، هو عسل، ممكن بيناسب مرضى السكري ولا؟ صحيح. كمان هلا كونه في طحين طبعا، وطحين نوعيه خاصه نحن بنستخدمها، الطحين كونه في طحين فمريض السكر بياكل بس بقدر بسيط، ما بياكل كثير. بس مريض معه حساسيه سكر، في عالم معه حساسيه سكر ما بتقدر تاكل، هو وضعه اخطر من مريض السكر، بيقدر ياكل منه بكل اريحيه وما بيتضايق ابدا. لانه مريض حساسيه السكر بيتضايق من السكر بس ما عنده مشكله مع الطحين، بس مريض السكر شوي عنده مشكله بالطحين. طبعا هذا معروك، معروك كمان. ما بخبركم قديش الريحه كثير طيبه هلا كثير بتجوع لا بعد الافطار ان شاء الله. المعروك هون محشي شو؟ عسل، عسل فقط. عسل بس، عسل، لانه نحن بس انه يعني مختصين بهذا اختصاصنا، هذا الكونسبت الاساسي نحن العسل، فهذا كمان محشي عسل. طبعا يعني كمان صار له رواج كثير كبير العالم اليوم، صبايا وشباب الدايت وهدول القصص. بس نحكي دائما ما فينا يعني حتى نروح نبالغ بالعدد القطع. صحيح يعني. نحن حتى احجام المعروك عاملينها في اصغر كمان للي بيحب ياكل قطعه او نص قطعه. انا مثلا ما بقدر اكل قطعه كامله، باكل قطعه صغيره او نص قطعه او هيك بقسمها، كونه يعني انه المعروك اوريدي في طحين يعني. تمام. بدي احكي كمان انه عن طريقه التقديم قديش عندك مميز، وحتى هيك كانت بعباره يومك عسل، يومك عسل رومانسيه كمان بطريقه التقديم. هذا السلوغان تبع البراند، انه يومك عسل، مشان هي نوع من التفاؤل. انت العسل هو مو بس شيء طيب، هو هيك لونه حلو وبيعطيك طاقه حلوة. حلوه، اللون الذهبي اوريدي هو اعلى درجات الطاقه، فهو بيعطيك طاقه حلوه يعني. عيد الفطر هذا له تجهيزات خاصة فيه. صحيح. خلينا هيك سريعا. صحيح. اليوم شو تجهيزاتك لعيد الفطر؟ أكيد أول شيء عندنا طبعا المعمول بالدرجة الأولى، يعني نمبر 1 هو أكثر إقبالا عليه الناس بالوقت الحالي. طبعا عندنا الشوكولا، لأنه عندنا شوكولا محشية العسل. طبعا نحن برمضان بنوقف لانه ما كثير العالم ترغب الشوكولا، يعني مو ما بترغبها بس يعني بتفضل الرمضانيات اكثر، بس بالعيد مثلا بيطلبوا الشوكولا المحشيه العسل، السنيكرز بالعسل، عندنا طابات العسل مع المكسرات، عندنا بسكويت وعسل اللوتس، عندنا عسل مع فستق حلبي، كلها هي شوكولا بس يعني بحشوات العسل بس المختلفه طبعا يعني. بالمجمل هي بس الشوكولا حشوة العسل هي التوب والنمبر 1 يعني. مشاركاتك القادمه وين راح تكون؟ ببازارات، واذا حدا حابب يوصي نحن بنعرف عن طريق صفحه ما في محل اونلاين. نحن لهلا نحن اونلاين عن طريق صفحاتنا، نحن متواجدين دائما ببازار الوان سوريه باداره مدام رنا طباع، دائما موجودين فيه، كل شهر بيصير 3 ايام بالاسبوع، ودائما بنعلن فيه عن البازار بصفحتنا على الفيسبوك او على الانستغرام. هدول البازارات اكيد كان لهم دور ايجابي على الارض. صحيح. بانتشار والله ببداياتي انا بلشت مع مدام رنا وتميت مع مدام رنا وحتم مع مدام رنا، لانه التنظيم والراحه النفسيه هي الاساس بالعمل، ورياحتك مع الناس اللي بتتعاملي معها. تنظيم جيد رائع، التنظيمات البازارات مو كل يعني كلمة بازار ما هي كلمة سهلة، أنا باحتكاكي بسوق العمل بين معي كلمة بازار أنك أنت بدك تنظيم جيد، دعاية جيدة، شخص يقدر يسوق جيد وينظم العمل ويكون كل الموجودين أسرة واحدة، هذا الشيء المهم صراحة يعني. فكان بألوان سورية وضع التيم كله كامل ناجح جدا، وبتمنى لهم التوفيق صراحة يعني. نعم. تجاوزت شوي الصعوبات؟ ايه الحمد لله. كان في خوف، كان في خوف من عدم تقبل المنتج او العالم مو ما تتقبله، ما تقول انه شو توثق شيء غريب. تماما. فانت لحتى العالم توثق فيه بدك يكون في عندك كواليتي معينه، ما تقدري ما تنزلي عنها، ما تنزلتي عنها رح انت هيك فقدتي مصداقيتك، وهون صار يعني مجرد ما انه فقدتي مصداقيتك صعب انك ترجعيها. البناء
يعني صح، بس لما تهدمي صعب انك ترجعي مره ثانيه. صحيح. فنحن بدنا نتمنى على نفس بناء الثقه مع الاكل والحلويات بتنبنى فورا من اول لقمه. من أول نظرة ما بدها وقت ابدا. بتمنى لك كل التوفيق، واكيد بالايام القادمه حيكون لنا لقاءات من الحلويات الصيفيه اللي اكيد لها خصوصيه معينه. نشكرك كثير لوجودك معنا. كلك زو، وانا بتشكركم. شكرا لكم. اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم ما بنخاف عليك كونه خبرتي بوقت سابق المعلم الاول هي امك. طبعا هي صوفي لاميال، هي صوفي صاحبة لبنان. كلك ذوق، ميرسي، شكرا. اكيد تحياتنا لإلها. صباحك عسل على طول. يسعد صباحك وصباحكم عسل. اهلا وسهلا بحضرتك. حبيبه قلبي، شكرا.